في اليوم الثاني من زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية بالرياض. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة الرياض. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، متمنياً سيادته كل التوفيق والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي الشقيق. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالعاصمة الرياض. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.